قصة تانية اشتعلت على السوشيال ميديا وأبطلها اتنين من الأقرب الناس لقلوبنا، نجوم كبار في التمثيل، أحمد عيد وهنيدي. أحمد عيد بادر ورد على شائعات، إن في شائعة كده طلعت، انت عارفين احنا السوشيال ميديا هي طول الوقت عايزة وقود كده، عايزة تشعلل طول الوقت، فالشعلالة دي بأي كلام بقى، بأي فتاوي، بأي فتي، بأي إشاعات، أي مكان، المهم إن تفضل النار قايدة. أحمد عيد أكد إن هو نموذج محترم، لأن من يومين انتشرت صورة ومكتوب عليها وكتابة يعني على مواقع التواصل بتقول إن أغلب إفيهات محمد هنيدي في أفلام زي صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، والاتنين دول من أجمل وأنجح أفلام هنيدي من كتابة الفنان أحمد عيد، أو إن أحمد عيد هو اللي كان بيكتب الإفيهات اللي موجودة. الشائعة دي كان ممكن تنتشر والناس تصدق، وأحمد عيد لو سكت وما قالش حاجة ما كانش هيبقى لوم عليه، لكن أحمد عيد لأنه شخص متميز جدا وشخص رائع جدا وشخص أمين جدا ومحترم ومش مستني حد ينسب إليه إنجاز مش بتاعه، ما تجاهلش وجود الشائعة، وأول ما وصلته طلع نفاها فورا على صفحته الرسمية عشان تموت في مهدها وما يكونش سبب في الانتقاص من زميل لي. أحمد عيد محترم جدا، نشر الصورة المرفقة اللي عليها البوست المتداول ده وكتب مساء الخير، الكلام ده غير حقيقي، سمعته أكتر من مرة قبل كده وكذبته وقتها، محمد هنيدي نجم كبير ومش أنا اللي هكتب له إفيهات الأفلام، بالعكس ده أنا أول مسرحية اشتغلتها معاه كانت على باندا وكان هو اللي بيساعدني وبيضيف لي بنفسه. محمد هنيدي أول تواجد ليه في الوسط الفني كان، أو أول تواجد ليا في الوسط الفني ده عيد اللي بيقول، كان بسبب ربنا سبحانه وتعالى ومحمد هنيدي، لأنه ليه فضل كبير عليا ما أقدرش أنكره، فواجب عليا لما ألاقي كلام زي كده أطلع أنفيه. أصيل ومحترم، شكرا أحمد عيد على الاحترام وشكرا على ندرتك ورقيك، لأن اللي كتبته ده يدل على أنك فنان راقي ومخلص، هو ده الطبيعي، بس احنا في زمن بقى الرقي والإخلاص شيء غير طبيعي. هنيدي طبعا بعد موقف أحمد عيد حب يرد بطريقته اللطيفة الجميلة اللي دمها خفيف وسكر كالعادة، ونشر صورته بعضلات محي الشرقاوي في فيلم فول الصين العظيم، وركبها على صورة عضلات عصفور الشورت اللي أداها أحمد عيد في فيلم شورت وفانيلا وكاب، وكتب عليها حبيبي ودفعتي خريجين جيم واحد، صداقة سنين، ونتمنى لكم كل الحب والخير. هنيدي ذكي جدا، دايما ردوده على السوشيال ميديا بتؤكد ان هو عنده ذكاء شديد جدا، واي كوميديان لازم يبقى عنده مستوى عالي جدا من الذكاء. تحياتنا لأحمد عيد ولمحمد هنيدي.